أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف، بتجولنا مع مجموعة من الأهداف في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية والرياضة الخليجية، ولن نبقى بعيدا أيضا عن بعض الأهداف الخالدة التي ترتبط بذكريات جميلة لكل من تابعها. كل هدف تم تسجيله أفرح الكويتيين في بطولات متعددة، سواء على المستوى المحلي وحتى على المستوى الدولي. أيضا سنكون مع النجوم الخليجيين البارزين المتألقين من خلال هذا البرنامج. بدأ الفاصل، سنبدأ المشوار. من اللاعبين المميزين كانوا أو المهاجمين الهدافين مع نادي الجهرة لاعب قال نواف جديد، ونواف برز في نجومية كبيرة كانت في تلك المرحلة، وتذكرون برز معاه في نفس الحقبة، أنا أتكلم الكابتن الكبير وائل سليمان الحبيشي أيضا، ولكن نواف جيد كان لاعب هداف، وأن تجد لك مكان في تلك المرحلة مع لاعبين آخرين هذه صعبة جدا، ولكن نواف جيد كان من المهاجمين المميزين. دعونا نتوقف أمام أهداف للكابتن نواف جيد. العلباني طعم هيزه حصلها احمد محمد العربي لفرج نفاع، كره مرتده خطره لنواف، نواف ومعاه غير شايت، ونواف يضيف الهدف الثاني، تعادل نواف الجيد. ضغط الجاره في الشوط الثاني، ضغط على العربي وسجل نواف بعد ما ارتدت الكره الى نواف، ما فيها تسلل مرتده ايضا من الخصم، ويلعبها في الزاوية البعيدة من أمام أحمد جاسم، يسجل نواف الجيد في الدقيقة 16 من زمن الشوط الثاني. فلاح محسن سبعة هو اللي راح يرفع الكورنر، وفلاح ويبعدها دفاع الفهد، توصل لعلي فهد علي، كرة ملعوبة، جول الجهرة، نواف جديد، نواف يحط له هدف حلو جميل فعلا، شايف هذه عادة في البطيء، كرة فلاح محسن وترتد أيضا من دفاع الفحيل وتتهيأ إلى فهد علي، قشرها يقول لي نواف ويكملها أيضا السهو جهة نواف، ويحطها نواف على راحته. مباريات منتخب الكويت والمنتخب البحرين العسكري، وكانت تلك البطولات في فترة متعددة مباريات عديدة لهذه المنتخبات، والمنتخب البحرين أيضا كان مميز، تذكرون يعني تذكرنا أن تذكر حمود سلطان، تذكر مهاجم مميز قال له فؤاد بوشقر، تذكر يوسف شريدة، تذكر خليل شواعر، والله أسماء كثيرة كانت مع المنتخب البحرين العسكري، لعب في هذه البطولة أمام منتخب الكويت، وكان المدرب منتخب الكويت العسكري آنذاك المغفور له بإذن الله تعالى الكابتن عبد الله العصفور، وكان الفوز كويتيا بنتيجة كبيرة. دعونا نتوقف أمام تلك الأهداف. على فيصل وعلى جاسم وعلى فتحي، طبعا هذا شيء أكيد، كرة ملعوبة توصل عند جاسم، فتحي في لعب راسه يقطعها حصلها فوزي وشوت، الله شمال، فوز ابراهيم، الكل كان يطالعها وين في بالجول، فوز ابراهيم شاط اول شوته على البحرين، وكان مزعزع بينه وبين نفسه انه ما يشوت، ثانيه بتوصل لشريده لعبها الى اللعب شوت يحطها، تضرب الله ثانيه، الله جول غلط، جول هدف لمنتخب البحرين. شوف عادة البطيء، لما لعبت على طول من يوسف شريدة لعبها وراحت في نص الملعب مرة ثانية، شوف عادة البطيء ورجعت إلى أبو شجر، شات وضربت، شات راح تضرب القائم الآن، صدت بالقائم، شوف راح ترجع من القائم، ردت من القائم وضربت المدافع وضربت القائم وردت مرة ثانية، كملها أبو شجر وعدت وعدت وعدت، يلعبها إلى وليد راح يغير اللعب ناحية ثانية، وفعلا غيرها لجاسم، إنما يطلع حمود سلطان بيشيلها من قدام جاسم يعقوب،
بيحصلها جاسم مره ثانيه، كره معه جاسم يعقوب بيخليها الى فوزي، الى جاسم يعقوب، كعب ريله الى فوزي، فوزي بيعدي طلع عرضيه، خلص 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 مره ثانيه، خلص جول جول جول، الله ابراهيم جاسم لفوزي، جاسم دخيل، جاسم جول جول، خلاص جول، حلوه هاينه واضحه هاينه ملعوبه، ثلاث نقلات حلوه، جاسم يسكنها شباك محمود سلطان، شوف عاد البطيء جاسم بيطوح ناحية اليمين، يلعبها على طول بالزاوية البعيدة رايحة بالشبك، قول قول وشجر، هو هدف البحرين. لعبة الفاول، قول قول قول، لعبة وردت من المدافع واشترك جاسم، جاسم اشترك، ان شاء الله ما تكون مسوسين، اشترك بكره ملعوبه على طول، ردها على طول، شوف اعاده بالبطيء، ردت من المدافع اللي هو عزيز جاسم، تروح عند حمود سلطان، وجاسم اشترك معاه، وحمود حاول النوى ايضا ياخذ الكره من جاسم يعقوب الدخيل. فيصل راح يلعبها، فاول، حط جول، الله جاسم يسجل الهدف الخامس من فيصل الدخيل بالمقياس الملي، شوف اعاده في البطيء، شوف اعاده في البطيء، شوف جاسم على طول بيسقطها براسه على يمين ونفس الزاويه اللي حط فيها ايضا الهدف الرابع، جول جول حميد كويتي يما، ايضا خيل شويعر، فصاح شويعر، شوت جول جول، حلوه كره بيتابعها اللاعب البحريني بعد ما رمى نفسه عليها ادم مريان، بعد ما رمى نفسه عليها يجيب ادم مريان لاعب البحريني اللي شوف ادم مريان نفسه، انما لاعب البحريني بيسجل كريم سيف. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، باكر إن شاء الله في أهداف جميلة، فيها ذكريات جميلة، وأيامكم إن شاء الله سعيدة بإذن الله تعالى، نلقاكم على خير، مع السلامة.